مشاهدينا ارحب بضيفي لهذا اليوم محلل الاول للاسواق الماليه في مجموعه ايكويتي سركيس شوبريان الذي انضم معنا عبر السكايب من عمان. مرحبا بك استاذ سركيس. بدايه سابدا معك بالحديث عن اسواق النفط العالميه، كيف ترى مستقبل سوق النفط خاصه بعد الاتفاق الاخير ما بين مجموعه اوبك؟ تفضل. اهلا وسهلا استاذي. بداية شهدنا خلال الأسبوع الماضي تذبذب كبير في تحركات أسعار النفط، إن كان في عقود نفط غرب تكساس الوسيط أو أيضا في عقود برنت، حيث شهدنا بداية انخفاض شديد وبعدها تبعه ارتفاع أيضا ملموس ليتم تقليص أغلب الخسائر التي تكبدتها الأسعار خلال الفترة الماضية. بداية مع خفض القيود على الإنتاج والتي تتوجه إليه منظمة أوبك وحلفائها، والذي سيبدأ من الشهر المقبل أغسطس، تم الاتفاق على تقليص هذه القيود، أي برفع الإنتاج بحوالي 400 ألف برميل يوميا، وسيتم رفع 400 ألف أخرى كل شهر خلال الفترة المقبلة. وهذا ما يعني بأن 5.8 مليون برميل التي تم الاتفاق سابقا على خفضها سينتهي العمل بها خلال عام 2022. إن قرار منظمة أوبك يأخذ بعين الاعتبار التوقعات المستقبلية للطلب العالمي على النفط، ومؤخرا شهدنا انخفاض كبير في مخزونات النفط الأمريكية حتى مع الارتفاع الذي ظهر بحسب آخر البيانات الأسبوع الماضي، لكن بشكل عام لدينا عدة أسابيع شهدنا فيها انخفاض ملموس في المخزون الأمريكي. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أننا أمام زيادة في الطلب العالمي على النفط. والآن بالنسبة لمنظمة أوبك بلس، فرفع الإنتاج فيها قد يكون معادل لتوقعات نمو الطلب العالمي، لكن المتداولين في الأسواق المالية والعديد من الجهات عندما نظروا إلى تفشي سلالة فيروس كورونا الجديدة أو التي يخشى الكثيرون بأن تتسبب في إغلاقات اقتصادية كبيرة تسببت في ضغوط كبيرة على أسعار النفط، لكن مع إبقاء منظمة الطاقة الدولية وكذلك إدارة معلومات الطاقة الأمريكية على توقعات الطلب العالمي على النفط الذي ممكن يوصل حوالي 96.5 مليون برميل يوميا كمتوسط، ورغم أن هذا المستوى ما زال ما دون مستويات عام 2019، لكن هذا يدل على ارتفاع كبير عن الاستهلاك العالمي اللي شهدناه خلال عام 2020. ومع خفض الانتاج اللي متوقع انه يستمر حتى لرفعة اوبك بلس من انتاجها، لكن هذا الارتفاع يكافئ ايضا كما اشرنا سابقا الى ارتفاع الطلب العالمي. بالتالي باعتقادي ان القرارات التي تتخذها منظمة اوبك مع حلفائها هي قرارات تأخذ بعين الاعتبار الحاجة لأسواق نفط مستقرة، فأسعار النفط التي ارتفعت بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية دفعت في مستويات التضخم العالمي للارتفاع، فأحد أهم المؤثرين بارتفاعات التضخم العالمي هو ارتفاع أسعار النفط. وبالتالي عندما شهدنا هذا القرار بأن يتم رفع إنتاج 400 ألف برميل وزيادتها كل شهر دائما أغسطس 400 ألف برميل، هذا يأخذ أيضا بعين الاعتبار الحاجة لاستقرار في أسواق الطاقة. وبالفعل هذا ما شهدناه بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط، لكن عادت الأسعار لتعوض الخسائر وتستقر ضمن نطاقات تعتبر مقبولة نسبيا للعديد من المنتجين وأيضا نوعا ما للمستهلكين. هذا ما أريد أن أسأل عنها أستاذ سركيس. قبل أن أسألك على تأثير سلالة الدلتا على أسعار النفط وأسواق النفط وأيضا على الاقتصاد العالمي، بعد الاتفاق إلى أي حد سيسهم الاتفاق الجديد بتحقيق الاستقرار في أسعار النفط العالمية خلال الفترة الممتدة حتى نهاية 2022؟ الآن هذا الاتفاق الذي حصل سيزود الأسواق المالية وأسواق الطاقة في مزيد من الإنتاج النفطي والصادرات، هذا سيعادل يعني باعتقادي سيعادل أيضا الارتفاع بالطلب. بالتالي ما شهدناه من ارتفاعات كبيرة جدا وحادة خلال الفترة الماضية، أسعار النفط ارتفعت بشكل سريع ولأسابيع وأشهر متواصلة. هذا الارتفاع الكبير رغم أنه أوصل الأسعار لمستويات قد تبدو جيدة بالنسبة للمنتجين نوعا ما، لكن في نفس الوقت استمرار هذا الارتفاع لو استمر بتسارع كبير ربما سيضر في المستهلك والاقتصاد العالمي. بالتالي ما يلزمنا الآن هو استقرار في أسواق الطاقة، والموازنة تبدو الآن أكثر وضوحا مع توقعات التعافي التدريجي في الطلب العالمي والذي يرافقه أيضا
رفع تدريجي من منظمة أوبك للإنتاج، فهذا قد يؤدي إلى استقرار. أعتقد أنه في احتماليات جيدة أن نشهد ارتفاعات في أسعارنا، لكن هذا الارتفاع قد لا يكون بالحدة والسرعة التي شاهدناها خلال الأشهر الماضية، بل سيكون ارتفاع أكثر منطقية وتدريجي، مستويات بين 70 و80 دولار بالنسبة لعقود برنت قد تبدو منطقية وتعبر عن استقرار في أسواق الطاقة بدعم من رقابة أوبك بلس الطلب العالمي، وكذلك زيادة الإنتاج بحسب ما هو مطلوب لتغطية هذا الطلب العالمي المتزايد. طيب أستاذ سركيس، يضر بالمستهلكين هذا الارتفاع، لكن ألا يضر أيضا بالمنتجين؟ يعني الدول المنتجة للنفط بحاجة ماسة لهذا الارتفاع كي تعوض الخسارة الكبيرة التي لحقت بها العام الماضي، أليس كذلك؟ لا شك في أن ارتفاع الأسعار قد يكون مفيد بالنسبة للدول المنتجة، لكن في نفس الوقت إذا استمرت الأسعار بالارتفاع فالمستهلكين سيقلصون من كميات الشراء من أدوات الطاقة وتتغير العادات الاستهلاكية، وبالتبعية لذلك ممكن نشوف انخفاض في الطلب على النفط عالميا سببه ارتفاع الأسعار. هذه الحالة تذكرني فيما حصل عندما ارتفعت أسعار النفط الأمريكي الخفيف لمستويات فوق 120 دولار في أعوام 2005 2006 و7 حتى 8، لما كانت أسعار النفط ترتفع بشكل كبير وصلنا لمرحلة انخفض فيها الاستهلاك، وهذا ما انعكس سلبا على الدول المنتجة. فأسعار ضمن نطاقات الحالية 70-80 ممكن لو تكلمنا بارتفاعات محدودة وتدريجية إلى 90 دولار قد تكون مفيدة لأغلب الجهات، إن كان للمنتجين بالنسبة للنفط وكذلك للمستهلكين، أخذين بعين الاعتبار أن المنتجين لديهم صادرات يجب أن يتم الوفاء بشرائها كاملة، وهذا قد يتحقق في أسعار نفط مستقرة ضمن المستويات قريبة أو على قليلا من الحالية 70-80 دولار. أستاذ سركيس، حتى نهاية الاتفاق يعني هذا السعر يبقى يتراوح ما بين 70-80 دولار حتى نهاية العام القادم، أم أنه سيرتفع أكثر من ذلك؟ الآن هنالك توقعات أن نشهد أسعار نفط فوق 100 دولار للبرميل الواحد، لكن ما يقلقني نوعا ما أن أتحدث بهذا الخصوص هو سلالة كورونا المتحورة والتي بدأت بالانتشار بشكل كبير في عدة دول منها في بريطانيا وعدة مدن أوروبية. فلولا هذا الانتشار لكنت أكثر وثوقا عندما أقول أن أسعار النفط قد تصعد أعلى من 100 دولار. حتى الآن هنالك احتمال جيد أن نشهد أسعار النفط أعلى من 1000 دولار، لكن هنا أعود إلى نقطة مهمة وهي سرعة هذا الارتفاع. الارتفاع إذا كان تدريجي على عدة أشهر أو عدة خلينا نحكي أربعة من السنة أو نصف سنة أو سنة، ممكن يكون تأثيره أقل على المستهلكين من أنه يكون مرتفع بشكل سريع ومتسارع. بالتالي العديد من البنوك، سيتي جروب، جي بي مورغان وكذلك غيرها، تتوقع أسعار نفط أعلى من 100 دولار خلال عام 2022، هذا أخذين بعين الاعتبار توقعات عودة الطلب العالمي للاستقرار ليصل مستوياته التي كان عليها عام 2019 خلال النصف الثاني من 2022، وهذا ما قد يدعم ارتفاعات أسعار النفط حتى لو رفعت أوبك وحلفائها الإنتاج. هذا الارتفاع في الإنتاج عم نتكلم في 400 ألف برميل بشكل شهري يتم رفعه على الإنتاج اليومي، هذا الارتفاع قد يكون طفيف نسبيا في حال بالفعل شهدنا استمرارية في تعافي الطلب العالمي كما تشير له التوقعات. مرة أخرى أؤكد بأن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع تعافي الطلب العالمي ما بين 95 إلى 96.5 برميل يوميا هذه السنة مع زيادة أكبر خلال العام المقبل، وهذا ما يبرر احتمالية الارتفاع أكثر من 100 دولار خلال العام المقبل، لكن المستويات الحالية قد تسيطر على مدى أسابيع أو على بضعة أشهر حتى يعود المتداولين وكذلك المستهلكون للنفط لدراسة الطلب العالمي. لا قدر الله في حال صار عندنا تسارع أكبر في انتشار سلالة دلتا أو غيرها من السلالات لا قدر الله من فيروس كورونا والتي قد تؤثر على الطلب، لكن حتى الآن يبدو أن الدول لا تتوجه لإغلاقات شاملة كما حصل في عام 2020، لكن هي إغلاقات جزئية. هذه الإغلاقات الجزئية تأثيرها أقل على التوقعات المستقبلية بالنسبة للنفط. لكن لنناقش السيناريو الأسوأ أستاذ سركيس، أنه كانت سلالة دلتا سلالة شرسة وتعادل فيروس كورونا منذ بدايتها في العام الماضي، هل سنشهد نفس السيناريو العام الماضي عندما يعني ضربت سوق النفط العالمية وانهارت الأسعار، أم أننا في طور يعني في طور تجاوز هذه العقبة طالما أن هناك لقاحات منتشرة في جميع أنحاء العالم؟ لأي مدى
تؤثر سلالة دلتا إذا ما كان هناك تأثير وإغلاقات كبيرة على أسواق النفط ومن ثم أيضا بطبيعة الحال الاقتصاد العالمي ككل؟ بالفعل لو أخذنا أسوأ السيناريوهات وحصل انتشار كبير، لا شك أن ذلك سيؤثر على الطلب العالمي وقد يعكس كل التوقعات التي تكلمنا عنها في النقطة السابقة، بل قد نشهد انخفاضات ملموسة في أسعار النفط، وأقرب مثال على ذلك هو الانخفاض بأسعار النفط الذي حصل مؤخرا، كان أحد أسبابه المهمة عندما رأى المتداولون الارتفاع الكبير في عدد الإصابات. هنا رغم أني أفضل الحديث عن تحديدا عن انتشار سلالة كورونا المتحورة للمختصين، لكن الأرقام تتكلم، فأستطيع أن أنظر الآن إلى الارتفاع الكبير في عدد الإصابات العالمي، بحمد الله لا يرافقه ارتفاع كبير في عدد الوفيات وفي عدد الإدخالات للمستشفيات. يبدو بأن العالم والدول بدأت تتعلم أكثر فأكثر كيفية التعامل مع انتشار فيروس كورونا. ولو عدنا بالذاكرة إلى عام 2020 شهر فبراير ومارس، خلال هذه الفترة حصلت إغلاقات اقتصادية كاملة وشاملة شملت دول عظمى، نتكلم عن الصين اللي أغلقت اقتصادها بالكامل خلال الربع الأول 2020، الولايات المتحدة، بريطانيا ودول أوروبية أخرى أغلقت اقتصاداتها خلال الربع الثاني. هذا هو السبب الذي سبب ضعف كبير في أسعار النفط، لكن لا يجب أن ننسى أيضا أنه خلال شهر 3 و4 من عام 2020 حصلت بعض المشاكل الداخلية بين المنتجين نفسهم، وهي ما تسببت في حرب الأسعار. فانخفاض أسعار النفط، لو تحدثنا عن وصول أسعار النفط الأمريكي الخفيف لمناطق السالب 37، وصول برنت لحوالي 6-7 دولار، هذا لم يكن فقط بسبب جائحة كورونا، بل أيضا دخلت أمور وظروف أخرى. لكن إذا أخذنا أسوأ السيناريوهات حالياً، والله لا يحصل، فربما سنشهد بالفعل تعثر في الطلب العالمي بشكل كبير، وعندها أعتقد بأن أوبك وحلفائها سيعيدون النظر مرة أخرى في الإنتاج. لكن حتى هذه اللحظة، ما أشرت لحضرتك وللمشاهدين، حتى هذه اللحظة الأرقام التي تظهر أمامي، ومرة أخرى أفضل أن نسمع هذه الكلمات من ذوي الاختصاص، لكن بحسب الأرقام أعداد الوفيات والإدخالات للمستشفيات لا ترتفع بشكل يوازي حتى هذه اللحظة الارتفاعات الكبيرة بسلالة كورونا المتحورة، فهذا ما يجعلني نوعا ما ميال أكثر للتفاؤل منه أن أخذ أكثر السيناريوهات تشاؤما. طيب إذا ما أردنا وصف حالة الاقتصاد في الدول العربية أستاذ سركيس، مع عودة انتشار سلالة دلتا من جديد عند بعض الدول العربية، يعني الدول العربية هي بالأساس اقتصاداتها كانت هي بالأساس ضعيفة، وجاء الفيروس وأثر بشكل سلبي أكثر، والآن بعد يعني أن تحاول النهوض من جديد، يعني تأتي سلالة جديدة لتعاود الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، كيف من الممكن أن نصف الاقتصادات العربية في ظل تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا؟ الآن يبدو ليس فقط الدول العربية، بل تظهر بيانات اقتصادية من أغلب الدول العظمى في العالم تظهر بأن عزم التعافي أو قوة التعافي بدأت تتباطأ. لننقل هذا إلى الدول العربية الآن. دولنا العربية شهدت مرحلة بالفعل صعبة جدا خلال 2020، وانتقلت آثارها بطريقة أو بأخرى إلى الربع الأول 2021، وما زالت أيضا القراءات الاقتصادية خلال الربع الثاني تظهر بأن هنالك بعض الضعف الاقتصادي هنا وهناك، يرتكز على سبيل المثال في التوظيف وغيره من هذه الأمور والإنتاجية للشركات الصغيرة. الآن لا أستطيع أن أقول بأن الاقتصاد العربي كاقتصاد كلي دائما سيعود لما كان عليه في عام 2020، فنفس ما يحصل في الاقتصاد العالمي هو ما ينعكس أيضا نوعا ما على الاقتصاد العربي، رغم أن هناك بعض الاختلافات في الاعتمادية على الخدمات، صناعة، نفط وغيره، لكن بشكل عام نستطيع أن نلاحظ بأن سلالة كورونا المتحورة وانتشارها قد تضعف نوعا ما التعافي الاقتصادي في الوطن العربي أو كدول عربية، وتحديدا في دول الخليج شهدنا تحسن ملموس في عديد من الدول خلال الربع الأول والثاني لو قارنا ذلك في عام 2020. لكن في حال عدنا وشهدنا انتشار واسع لمتحورات كورونا، وهذا السيناريو الأسوأ الذي لا أفضل حاليا التحدث عنه، فالحقائق تشير إلى غير ذلك، لكن إذا حصل ذلك فربما ستعود الاقتصادات في الدول العربية لتتعثر، وهنا يجب اتخاذ إجراءات من أجل تحفيز الاقتصاد بطريقة نكتسب منها
أفضل السيناريوهات الممكنة مستشهدين من الخبرات التي تم اكتسابها خلال 2020 بالتعامل مع الجائحة. هل سيكون هناك خطط معينة أستاذ سركيس في الدول العربية من أجل دفع عجلة الاقتصاد ما بعد كورونا؟ أنت ذكرت دول الخليج، دول الخليج هي فعلا اتخذت إجراءات كانت جيدة نوعا ما، كان حجم الخسائر قليلا نوعا ما قياسا للدول المجاورة. هل سيكون هناك خطط؟ هل الدول يعني اكتسبت نوع من الخبرة لتجنب خسائر كبيرة بالاقتصاد خلال العام الماضي؟ لا شك أن هنالك حاجة فعلية منذ الآن لاتخاذ إجراءات في كثير من الدول. فدون ذكر تفاصيل أسماء الدول، لكن بأغلب الدول الآن بحاجة لاستمرارية بالإنفاق. يبدو بأن الدول المنتجة للنفط قد تكون في وضع أفضل كثيرا من دول أخرى، فإمكانية الإنفاق وزيادة الإنفاق قد يكون متاح. لكن بالنسبة للدول الأخرى التي يجب أن تجد طريقة لتحفيز الاقتصاد من خلال البنية التحتية أولا، وثانيا أيضا من تدعيم أسواق التوظيف. الولايات المتحدة حاليا لو نظرنا إلى الفيدرالي الأمريكي والرئاسة الأمريكية نفسها في البيت الأبيض، توجههم المباشر إلى عدة قطاعات، ومن ضمن هذه القطاعات يخصون دوما بالذكر البنية التحتية. ولو نظرنا إلى الفيدرالي دائما ينظر إلى التوظيف، وهنا أعتقد بأن الدول العربية يجب أن تتوجه لتحفيز هذه القطاعات، لأنها قطاعات قادرة على خلق وظائف على المدى المتوسط تستمر على المدى الطويل، وأيضا تساهم في تعزيز قوة ونمو القطاعات الخاصة. فالبنية التحتية يجب أن يتم الإنفاق عليها. هنا سنأتي إلى موضوع قدرة كل دولة على حدة على الإنفاق لتدعيم الاقتصاد. هنالك أيضا موضوع مهم يجب أن أتكلم فيه هنا لو سمحت لي، وهو هل فعلا كل آثار جائحة كورونا انتهت، أو كل آثار ركود الاقتصاد الحاد الذي شهدناه خلال 2020 انتهى؟ لا أستطيع أن أقول انتهى، فالاقتصاد الكلي يظهر لنا تعافي بالفعل. هذا حتى لو طبقناه على الدول العظمى، أمريكا، بريطانيا، أوروبا، الصين، اليابان، تظهر إجماليا بأن هنالك تعافي. لكن لننظر إلى تفاصيل الاقتصاد الداخلي. لو نظرنا إلى تفاصيل الاقتصاد، فالعديد من الدول ومنها الدول العربية تعاني من ارتفاعات ملموسة في كثير منها لمعدلات البطالة أولا، ثانيا تغير عادات استهلاكية شارك فيه ارتفاعات التضخم الكبيرة. يبدو أن الكثير من الناس لم يبدأ بملاحظة تأثير التضخم أيضا على الاقتصاد، إن كانت الدول العربية أو الاقتصاد العالمي، لكن هذه معضلة أخرى يجب النظر لها. هنا يجب أن ندمج بين الإنفاق الموجه بالنسبة لحكومات الدول العربية لتحفيز الاقتصاد مرة أخرى، ونتغلب على بقايا الركود الاقتصادي الحاد الذي كان خلال 2020، وبعض الدول التي استمرت بالمعاناة منه خلال الربع الأول من هذه السنة وحتى هذه اللحظة، والذي يتمركز على الشركات الصغيرة وبعض الشركات المتوسطة، ثانيا التوظيف، وثالثا المستهلكين. وهذا كله يجب أن يتم دمجه من خلال خطط إنفاق مباشرة لتدعيم الاقتصاد حتى نستطيع الخروج بأسرع وقت ممكن من آثار ما سمي بآثار جائحة كورونا. أيضا الموضوع مرتبط باللقاحات أستاذ سركيس، يعني حركة توزيع اللقاحات هي أيضا يعني كافية بتحريك عجلة الاقتصاد. أنت تحدثت عن الآثار الجانبية لتداعيات فيروس كورونا، لكن يعني ربما يكون الإسراع بعمليات اللقاح والتطعيم هي أيضا تساعد جدا في عودة جميع حل هذه المشكلات التي تفاقمت كثيرا في البلدان العربية. لا شك في هذا الكلام، وهذا ما يحصل بالفعل مع التوجه المتسارع لزيادة توزيع اللقاحات واتخاذها، قد تكون أيضا بصراحة أعتبرها المنقذ من جائحة كورونا، لأنه بدون هذه اللقاحات فممكن فيروس كورونا يستمر لسنوات، حتى أنه قرأت بعض الخبراء الذين أشاروا إلى أن الفيروس قد يبقى لعدة سنوات قادمة، وهذا ما يجعل اللقاحات مهمة جدا. وبالتالي ممكن نعلق أيضا الأثار الإيجابية التي قد تنتج من انخفاض أعداد الدخول للمستشفيات بفعل اللقاحات، حتى أنه المتحورات لكورونا حتى الآن أسمع من هنا وهناك أن حتى الذين يصابون مرة أخرى بعد اتخاذهم للقاح تكون حالتهم الصحية أقل خطورة من الذين لم يأخذوا اللقاح أو لم يصابوا مسبقا. وبالتالي بالفعل كما تفضلت، اللقاحات تعتبر داعم
حتى ولو بشكل غير مباشر لاقتصادنا في الدول العربية أو حتى في الاقتصاد العالمي كله. طيب في الاقتصاد الأمريكي أستاذ سركيس، يعني رغم المخاوف المتزايدة من انتشار متحورات كورونا، نلاحظ أن هناك ارتفاع أيضا في المؤشرات الأسهم الأمريكية، كيف نفسر هذا الموضوع أستاذ سركيس؟ الآن الارتفاعات الكبيرة في مؤشرات الأسهم الأمريكية مستمرة منذ القيعان التي تحققت في شهر 3 عام 2020. هذه الارتفاعات حفزتها العديد من الظروف، والتي منها أولا سياسات التحفيز من البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وأيضا من الحكومة الأمريكية، ثم تبعها أيضا إعادة تقييم المتداولين لأداء الشركات. لنأخذ على سبيل المثال الشركات التي أعلنت عن نتائجها خلال الفترة الماضية، والعديد من الشركات الأمريكية تفوقت نتائجها على التوقعات، وتظهر لنا بأن هذه الشركات مستمرة بالتعافي، فالتقييمات للسعر السوقي الحالي رغم أنه ارتفع، لكن مقارنة للأسعار الدفترية، مقارنة أيضا لمكررات الربحية، يبدو بأن المتداولين يرونها مرضية لدخول هذه الاستثمارات. وأيضا التضخم بحد ذاته مرة أخرى هو محفز لارتفاع الأسهم، رغم أنه الاقتصاد بأصوله بيشير إلى أنه ارتفاع التضخم يعني توجه تقليص السياسات التحفيزية من البنوك المركزية وبالتالي مضر لأسواق الأسهم، لكن في الحقيقة هذه المرة يبدو أن المتداولين بدأوا بالتوجه نحو أسواق الأسهم لتغطية مخاطر انخفاض القدرة الشرائية للنقد والنقد والتابعة للتضخم. هنالك أيضا الارتفاعات الكبيرة اللي حصلت خلال نهاية الأسبوع الماضي، وتحديدا يوم الجمعة شفنا إغلاق مؤشر داو جونز عند مستوى قياسي أعلى من 35,000، مؤشر ستاندرد أنبور لأول مرة بتاريخه أعلى من 4,400، وكذلك استمر مؤشر ناسداك التكنولوجي بالارتفاعات القياسية. كل هذا أيضا وسط توقعات بأن نشهد استمرار ظهور بيانات إيجابية من الشركات، يعني احنا هالاسبوع عم ننتظر بيانات عديد من الشركات المهمه، منها تسلا، امازون، حتى ان امازون في توقعات بتشير الى انه ممكن نشوف $12 عائد على السهم، اذا انتقلنا الى الفابت الشركه الام لجوجل $19 توقعات او اكثر من $19 توقعات، وايضا في عندنا فيسبوك وغيرها من الشركات كبرى الشركات. هذه الشركات الكبرى الأكبر في القيمة السوقية تشكل أكثر من 24% من مؤشر ستاندرد أند بورز، فبالتالي توقعات هذه الشركات الإيجابية تحفز الارتفاع في مؤشرات الأسهم. لكن الارتفاعات في مؤشرات الأسهم هذه التي من الممكن أن تستمر، لكن هنا هذا الأسبوع سيبدأ المتداولون بالنظر إلى موضوع آخر كما تفضلت وسألت عن علاقة ذلك بانتشار فيروس كورونا، ليس فقط النتائج. نعم اتفضل. طيب استاذ سركيس، على اعتبار ان التضخم هو يعني العامل الاهم في هذا الموضوع، الا يمكن ان نعتبر هذا الارتفاع في الاسهم هو ارتفاع وهمي اذا صح التعبير، او انه مضر في الاسهم فيما بعد؟ الان اريد ان انظر فقط للاجابه على هذا السؤال الى تقييمات مؤشرات الاي بي اس وغيرها من المؤشرات البي اي جي على سبيل المثال التي تعطي تقييمات لاسعار الاسهم. هنالك نقيضان، اولا بالنسبه لاسعار الاسهم هي مرتفعه كسعر سوقي، لكن لو تمت مقارنتها بما كانت عليه مكررات الربحيه بالنسبه، لو اخذنا على سبيل المثال مؤشر ناسداك خلال شهر فبراير الماضي فلم يحصل ارتفاعات كبيره، يعني الأسعار السوقية بالفعل ارتفعت لكن مع توقعات الأرباح لم ترتفع الأسعار السوقية بشكل مبالغ فيه حتى هذه اللحظة. لكن الملاحظة التي أود الالتفات لها الآن، رغم أني أتوقع ما زلت حتى هذه اللحظة مزيد من الارتفاعات، لكن يجب أن أتطرق لهذا الموضوع المهم، وهو قبل بضعة أشهر كانت أسهم أكثر من 50% من أو حتى 90% وصلت من شركات مؤشر ستاندرد أند بورز تتداول فوق متوسط 50 يوم، لكن يوم الجمعة الماضي لو نظرنا إلى الأسهم فحوالي نتكلم أقل من 50% من هذه الأسهم تتداول فوق متوسط 50 يوم، فيبدو بأنه العزم بدأ يضعف بالنسبة للاتجاهات الصاعدة، وهذا ما يبرر التوجه من بعض المتداولين لبعض الشركات التي ما زالت توقعاتها إيجابية. ومع التضخم والارتفاعات الكبيرة في مؤشرات الأسهم حاليا فقد تكون هنالك مخاطر تذبذب كبيرة جدا، وقد نشهد موجات انخفاض حادة بين الحين والآخر كما شاهدنا مؤخرا، لكن سرعان ما يتم تعويض هذه الموجات الهابطة
طالما بقيت توقعات الشركات الكبرى في الولايات المتحدة إيجابية. وبالتالي هذا الأسبوع رغم عدم استبعادي للتذبذب، لكن ما زلت أحتفظ بتوقعات إيجابية وسط توقعات العوائد المنتظرة من الشركات، والتي قد تكون أعلى بكثير من عوائد الربع الثاني من عام 2020. رغم أن ذلك أستاذ سركيس يعني يأتي على نقيض مع تصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، يقول بأن يعني التوقعات بالتضخم هي ستكون يعني ستنخفض مع مرور الوقت، وأنت تذكر بأن التضخم هو العامل الأساسي في هذا الارتفاع. سؤال أستاذ سركيس، بالنسبة لتقييم الشركات التكنولوجية كيف نراها، خاصة أن شركات التكنولوجيا هي أيضا سجلت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية؟ بداية مع نظرتي للتضخم ونظرة الفيدرال الأمريكي، بالفعل الفيدرال الأمريكي يتوقع انخفاض التضخم، لكن إلى أين يتوقع انخفاض التضخم؟ هو يتوقع انخفاض التضخم على سبيل المثال من المستويات التي تحققت مؤخرا في الولايات المتحدة عند 5.4%. طبعا الحد الفيدرالي المطلوب هو حول 2% حتى يكون التضخم مناسب، فإذا أشار الفيدرالي لأنه يتوقع أن ينخفض التضخم فلا أعتقد بأن التضخم سوف ينخفض لمستويات ما دون 2%. فوجهة نظر الفيدرالي قد تبدو بالفعل صحيحة، لكن لهذا لا تعني هذه الوجهة من النظر أن الفيدرالي يتوقع انخفاض التضخم لما دون 2%. أي تضخم في الولايات المتحدة أعلى من 2% أو في عديد من الدول أعلى من 2-3% يعتبر مرتفع على المستهلكين، رغم أنه قد يكون أيضا منخفض عن مستويات التي تحققت الشهر الماضي. هذا بالنسبة للتضخم وكيفية تأثيره. فانخفاض القدرة الشرائية للنقد حتى مع انخفاض معدل التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، وبالتالي ستبقى القدرة الشرائية للنقد تنخفض، مما يستدعي اتخاذ استثمارات واتخاذ إجراءات لحفظ القدرة الشرائية للنقد. حتى لو انخفض التضخم خلينا نحكي من 5.4 إلى 4%، ممكن يكون انخفاض كبير، لكن حتى 4% تعني انخفاض القدرة الشرائية للنقد ب 4%. أما بالنسبة لتقييمات شركات التكنولوجيا بحسب سؤال حضرتك، هنا موضوع مهم جدا. خلال 2020 شهدنا نمو مستمر في عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني لو نظرنا إلى العائد على السهم لشهدنا ارتفاع متواصل في أغلب الشركات الكبرى، كل ربع أعلى من سابقه، وأيضا بالنسبة للربع الثاني من هذه السنة فالتوقعات تشير إلى عائد أعلى من الربع الثاني من عام 2020. لكن أصبحنا الآن بحاجة لمفاجآت أكثر إيجابية لزيادة تقييمات الشركات. فلو أخذنا مثلا ألفابت فقط هذه السنة ارتفع سعر السهم بحوالي $1,000، عم نتكلم من 1700 إلى $2,700 ارتفاعه، وبالتالي أصبحنا بحاجة إلى تقييمات أعلى من الحالية ليستمر الانتفاع الصاعد القوي. لا أقول هنا أني أتوقع انخفاض، لكن حتى يستمر الارتفاع الصاعد القوي فيجب أن نشهد بيانات أفضل من التوقعات. على سبيل المثال ألفابت إذا توقعنا حوالي 19 إلى $19.5 عائد للسهم، ممكن أنها لو فاجأتنا بعائد 20-21 هنا يتحسن التقييم أكثر للسهم ونرى ارتفاعات قوية أكثر. لو انتقلنا إلى أمازون اللي متوقع لها حوالي $12، إذا عملت مثلا $13-$14 فهنا أيضا قد تكون دفعة أفضل لتقييمات الأسهم بالسعر الدفتري بمكررات الربحية، مما سينعكس أيضا على السعر السوقي. لكن مرة أخرى أحب أن أنوه أن المتداولين لن يكتفوا هذه المرة بالنظر فقط إلى نتائج الشركات للربع الثاني، بل سيراقبون أي تصريحات من مجلس الإدارة لكل شركة عن التوقعات المستقبلية لهذه السنة، وهو ما قد يكون أيضا مؤثر هذا الأسبوع على مسيرة الأسواق المالية الأمريكية. لكن أستاذ سركيس، هذا الارتفاع المخيف عزز مخاوف البعض. هناك من قال بأننا ربما نواجه فقاعة الإنترنت في نهاية القرن الماضي، رغم أن كاثي ووتي قالت بأنه لا يوجد داعي للخوف على اعتبار أن الظروف هي مختلفة عن 20 سنة الماضية. شركات التكنولوجيا اليوم هي فعلا مختلفة عن الشركات التي كانت في نهاية تسعينات القرن الماضي. ما رأيك؟ بالضبط، بصراحة هذا هو رأيي، لأني سمعت هذا الكلام من كثير من المستثمرين عام 2020.
لما شفنا بدأ مؤشر نازك التكنولوجي ومؤشر داو جونز يرتفع. أذكر بقى البعض عندما وصل نازك إلى 13000 نقطة بدأ بالقول إن هنا فقاعة، هنا تضخم، نحن أمام انفجار فقاعة، وبدأوا يحذرون من الأسواق المالية. لكن بنظرة اقتصادية خلينا نكون أكثر واقعية بالنظر إلى الأسعار السوقية. ما هي الأسعار السوقية؟ السعر السوقي هو يعكس آراء جمهور المتداولين، بين شخص يرى بأن السعر مرشح لمزيد من الارتفاع وشخص آخر يرى بأن السعر قد يبدأ بالانخفاض. فهنا اختلاف الآراء هو ما يسبب تحقيق الصفقة، وتحقيق الصفقة هو ما يؤثر على السهم وبالتالي يؤثر على مؤشرات الأسهم. لا أستطيع أن أقول بأننا الآن في فقاعة، بل إنه من المحتمل أن نشهد مزيد من الارتفاع، لكن هنا يجب أن أشير للضرورة بأن التصحيحات قد تكون أعمق. عندما نتكلم عن فقاعة فهنا نتكلم عن انخفاضات كما حصل في 2000-2001، انخفاضات كبيرة جدا. إذا دخلنا في نظرية الأسواق اللي هو البير ماركت، الماركت أو هو السوق الهابط، لازم نشوف انخفاض بأكثر من 20%، لكن هذه الانخفاضات حتى هذه اللحظة غير متوقعة. حتى لو شاهدنا انخفاضات 5-6% فهذا يعتبر كلياته ضمن الاتجاهات الصاعدة الإجمالية. نتمنى أن لا يحدث أيضا فقاعة مثل ما حدث في نهاية التسعينات. على كل حال شكرا جزيلا لك أستاذ سركيس شوبريان، محلل أول للأسواق المالية في مجموعة إكويتي، كنت ضيفي لهذا اليوم عبر السكايب من عمان. شكرا جزيلا لك أستاذ سركيس.